جايز ومرحبا بكم فيديو جديد من خلال وقت نشارك معكم تيبس اند تريكس كيفاش تسافر لهذا البلد الجميل بلا ما تهلكش بك. اول حاجه خصنا نعرفوا باللي تنزانيا فيها بزاف ديال الاماكن الجميله جدا، ولكن اشهر مكانين واللي الاغلب ديال السياح تمشيو لهم هي سيرينجيتي اللي هي محميه طبيعيه ديال الحيوانات البريه، وزنزبار اللي هي شبه جزيره تابعه لتنزانيا ولكن عندها الحكومه ديالها مستقله. طبعا سيرينجيتي هي الهايلايت ديال تنزانيا اللي معروفه بسفاري الى اخره، واللي بزاف ديال السياح تيبغيو يمشيو ويعيشوا هذيك المغامرات، ولكن نظرا لغلاء الاسعار بزاف تماك بزاف ديال السياح تيتهربوا من الذهب. كاين بزاف ديال المحميات الطبيعيه في تنزانيا من غير سيرينجيتي، ولكن ما فيهمش الكم والقدر ديال الحيوانات اللي كاين في سيرينجيتي. ولكن بالنسبه ليا الا غتمشي لتنزانيا من الاحسن تشوف اقل اماكن ولكن اهمها اللي هي سيرينجيتي وزنزبار. نجيب تذكره ديال الطائره، بما انه ما بين سيرينجيتي وزنزبار كاينه مسافه طويله يعني كيخاصك تاخذ طياره صغيره، فمن الاحسن ملي تكون كتشري تذكره ديال الطائره غادي تشري تذكره ديال الذهاب الى واحده من هاد الاماكن. يعني مثلا غادي لسيرينجيتي الاولى غتمشي لمطار كيلمنجارو او لاروشا، وفي الرجوع غادي تشري تذكره ديال الرجوع من زنزبار. بالنسبه للاثمنه ديال الطائره كتختلف من بلاد لبلاد، حنا كنا مشينا من امريكا للامارات، ومن الامارات خدينا طائره من دبي فلاي دبي كان ديريكت لكيلمنجارو ايربورت، ما كانتش غاليه بزاف يمكن شي 600 دولار لينا كاملين كنا بينا مجموعين. بالنسبه لتذكره الطائره كاينين تيبس كتبعهم باش كتلقى ارخص طائره ممكنه. اول حاجه ديما قلب يا اما بنهار 2 ولا بنهار 3، انا هذه كنت قريتها في شي ويب سايت وكنستعملها، وبصح ديما ارخص طائرات كيكونوا في هذ اليومين. ثاني حاجه ديما كون فليكسيبل في الاختيار ديال لادات ديالك، يعني ماشي تجي تقول لا كي خاصني نتحرك هذا النهار ونرجع هذا النهار، لا يعني قلب بكري وخلي يكون فليكسيبل، خلي اختيار ديال الا كان النهار اللي موراه رخص ولا هذا النهار هذا رخص ناخذهم. وكتقلب في هاد الويب سايت هادو skyscanner.com وkayak.com، هادو كيعطيوك في الشهر اشنو النهور اللي رخاص والنهور اللي غالي، دونك نتايا تما كتعرف ان نهار كي خاصك تختار وان نهار لا. وصلنا المطار ديال كيلمنجارو اولا مطار اروشا، اول حاجه اللي كتعطى اون ارايفل للمغاربه كتخلص 50 دولار والباسبور والريتيرن تيكيت والهوتيل كونفيرميشن وتعطيوك الفيزا تماك. من بعد كنمشيو مباشره ناخذ الطيارات الصغار اللي كيديونا لقلب سيرينجيتي، وفي قلب سيرينجيتي كاينين مجموعه ديال المطارات، انت هي كتختار المطار اللي تيكون قريب للفندق ديالك. بالنسبه للثمن ديال الطائره اللي كتدخلك لسيرينجيتي كتكون تقريبا 200 دولار للشخص الواحد الي وطوي، يعني كتديك وفاش كتبغي ترجع كترجع للمطار نفسه. ندوزو الفنادق، سيرينجيتي معروفه بغلاء الفنادق ديالها اللي كتقدر توصل حتى 2.5 مليون الليله، ولكن ديما كاين اوبشنز للناس اللي كيسافروا اون بادجيت او للناس اللي ما تيبغيوش يصرفوا هذاك القدر ديال المال. باش غادي نلقاو هاد الفنادق اللي بثمن مناسب غادي نمشيو للويب سايت ديال booking.com وغادي نديرو الديستنيشن اللي هي تنزانيا او سيرينجيتي مباشره سيرينجيتي، وغندخلو النهار حنا غنديرو غير الا نشوفو الاثمنه كيفاش دايره، وغادي نمشيو نديرو lowest price first يعني عطينا ارخص حاجه عندك، وتماك غادي نشوفو كيف كتشوفو تيعطيك بلي راه كاين خيمات ماشي فنادق يعني غير خيمات جايين فور سيرينجيتي، يعني ما كاينش شي سيرفيس 5 ستار ولا، ولكن ثمن مناسب جدا بالنسبه لانك في قلب سيرينجيتي. فهاد الاوبشنز اللي عطينا انا غنقدر نختار كانانغا تانتد كامب هي اللي رخيصه فيهم، وحتى عندها جود ريفيوز يعني كاينين ريفيوز مع الناس باللي راه مزيانه، ولكن المشكل في هاد الخيمات اللي تيكونوا رخاص ولا ما تيكونش داخل فيهم السفاري اللي هو داك الجيم درايف داك الطوموبيل اللي كتمشي تشوف الحيوانات، ما تيكونش داخل فيها، تيكون داخل فيها الماكله والناس وصافي. ولا بغيتي وبطبيعه الحال انك غادي دير سفاري كيخاصك تخلص 250 دولار للطوموبيل، يعني الا كنتو بكم 4 ديال الناس ولا كتقدروا انكم تشاركوا في هذيك الطوموبيل وتخلصوها وهما كيجيبوا لكم الطوموبيل فيها درايفر فيها الجايد فيها كل شيء. بالنسبه لهذه الخيمه هذه انا دخلت درت ريسيرش عليها ولقيت بلي اقرب مطار ليها هو سيرون هيرا، هو نفس المطار اللي نزلنا فيه هنايا. عاوتاني كيخاصك فاش كدير البوكين كيخاصك تواصل معاهم ودير معاهم ان نهار غادي تنزل في المطار ديال سيرون هيرا في قلب سيرينجيتي باش كيجيو يهزوك من المطار ويديوك، وكنظن حتى السيرفيس ديال انهم يهزوك من الايربورت كنظن كتخلصوا ماشي مش داخل في البرايس، وحتى باش يرجعوك للمطار كتخلص عليه. اوكي، وبالنسبه للمصاريف الاخرى اللي كاينه في سيرينجيتي كاين الثمن ديال الدخول سيرينجيتي، سيرينجيتي انتري في اللي كيدير 71 دولار وكتزيد عليه 59 دولار واحده اخرى الا كنتي من جنسيه من غير تنزانيا اجنبي، كتزيد داك الثمن ديال الاجنبي اللي هو 59 دولار. كاين طريقه واحده اخرى اللي كيبغي يقتص الثمن ديال الطياره واللي كيبغي يقتص الثمن ديال السفاري، هو انك فاش كتنزل في مطار كيلمنجارو او لا اروشا
كتكري طوموبيل، ولكن خاصها تكون ديال جيم دراب، يعني كتكون هذيك الطوموبيل ديال السفاري الكبيره، داك الكاركا. الثمن ديال الكرا كيكون من 90 حتى 120 ولا دولار للنهار الواحد. المسافه ما بين كيمانجارو ايربورت والوطيل في قلب سيرينغيتي في كتكون غادي كتكون تقريبا 7 8 سوايع. ملي كتكون داخل كتخلص الانتري في اللي هي الثمن ديال الدخول تيكون 71 دولار و 59 دولار ديال انك اجنبي. وفاش كتوصل الفندق ديالك اولا الخيمه ديالك كيخاصك تخلص الباركين، حيت عندهم برايفت باركين، يعني باش كتحطهم ليك تخلص واحد الباركين بثمن رمزي لليوم، ولكن ما كتخلص لا سفاري لا حتى شي حاجه، دونك كتقتصد بزاف ديال الفلوس. وهاد القضيه هادي كيديروها بزاف اللي تيكونوا مسافرين جروب بيهم، يعني جوج ثلاثه اربعه ديال الناس كطيح عليهم اقتصاديه بزاف. وسيرينغيتي معروفه فقط بسفاري او مشاهده الحيوانات البريه، لا، معروفه بالهجره العظمى اللي هي عبور حيوان نو اللي كيجي يا اما من كينيا لتنزانيا او للعكس، يعني كيتبع العشب الاخضر في كين. وفي هذيك الهجره تيقطع نهر مارا او الملقب بنهر الموت نظرا للكميه ديال الحيوانات ديال نو اللي تيشدها ولا كيصيدها تمساح. وهذا الحدث العظيم ماشي اي واحد تيقدر يشوفه غير اللي عندهم الزهر، لانه تقدر تمشي كل نهار توقف في الواد وتسينهم انهم يقطعوا، يكونوا واجدين ولكن ما كيقطعوش، تقدر تكون لايام او اسابيع. حنايا النهار اللي مشينا من زهرنا ممكن على الزهر اننا صادفنا هذاك الهجره العظمى. والموسم المناسب لمشاهده هذه الهجره العظمى او حتى السفر لسيرينغيتي او لزنزبار تيكون هو من جولاي الاكتوبر، هو الدراي سيزون اللي ما كتحش فيها الشتاء، يعني من شهر 7 لشهر 10 هو المناسب جدا ان الواحد يسافر. غير هو تيكون غالي شويه على الموسم الاخر لو سيزون اللي تيكون من نوفمبر للمارش. سالينا من سيرينغيتي، دابا غادي نشدو طريق زنزبار. دونك فاش كتسالي وكترجع بحال كيرجعوك للمطار ديال سيرونيرا، كتشدك طياره صغيره وكترجع للمطار فين بديتي كليمانجارو او لا اروشا. و الا كنتي مشيتي بالطوموبيل كترجع كتسوق حتى للمطار وترجع الطوموبيل، وتماك تتشد طائره اللي كتكون كتديك ديريكت للمطار زنزبار. كتكون دايره تقريبا ما بين 50 حتى 90 دولار. كاين ويب سايت فين كتقلب، هذا هو الاسم ديالو، تدخل تدير ديستنيشن زنزبار او كليمانجارو زنزبار وتعطيك هذا الثمن. هذا الطائره كتكون ما طويلاش بزاف كتوصل لزنزبار. فاش كتوصل لمطار زنزبار كيخاصك تخلي الباسبور قريب، لحقاش كيف قلت لكم هي مستقل الحكومة ديالها مستقلة، دونك يعادو يتحقو لك من الباسبور. اول بلاصة كيخاصك تبدا بها في زنزبار هي المدينة الحجرية، تسمات بهذا الاسم نظرا للمباني الصخرية فيها، وغالب عليها حتى الطابع العربي نظرا للاحتلال العماني اللي كان في الماضي. طاكسي من مطار المدينة الحجرية كيدير تقريبا 5-7 دولار اللي هي 50-70 درهم، ما تيكونش غالي بزاف، المسافة كتكون قصيرة. بالنسبة للفنادق باش نلقاو شي حاجة اللي اون بادجيت غادي نقلبو على الهوستلز ماشي الهوتيل، يعني الهوستلز تيكونوا بيوت فيهم يعني اكثر من واحد تجلس فيهم. كاينين اللي تيكون فيهم بيت ديال البنات، يعني كتجلس كتشارك البيت مع بنات واحد اخرين مسافرات، اولا كاين بيت ديال الاولاد، وكاين اللي تيكون مخلط. كاين حتى اللي تيكون فيه برايفت روم غير هو كتخلص واحد الثمن شويه زايد، وكاين اللي تيكون فيه الحمام مشترك مع ناس واحد اخرى. انا قبل ما يجيونا الوليدات كنا كنمشيو غير للهوستلز، ولكن كنا كناخذوا بيت بريفي غير هو الحمام كان كيكون مشترك، يعني تيكون الحمام على برا. كتكون تجربه زوينه، كتلاقى مع ناس وكتقتصد في المصروف ديالك. فاش كيجيو الوليدات كتكون شويه صعيبه، كيخص ديما تقلب على الراحه ديالهم. اذا هنايا في بوكينغهام غادي نقلبوا على الهوستلز، غادي نديروا ديستنيشن وغادي نمشيو. كاينين بزاف ديال الهوستلز، كاين اللي فيه مخلط، كاين اللي عندهم غير بيت ديال البنات، كاين بيت ديال الاولاد، دونك مناسب للجميع. هو كاين هادو، كاينين اثمنه مختلفه. المهم هنا كتختار الاوتيل اللي مناسب جدا لك. اللي زوين في المدينه الحجريه هو انك تقدر تسافر في هذيك المدينه بلا ما تاخذ طاكسي، كلشي اكسيسبل غير على رجليك. وكاينه جزيره واحده اخرى اللي سميتها جزيره السجن او البريزن ايلاند، كتاخذ فلوكا من المدينه الحجريه من الشاطئ وكيديوك حتى تماك ويرجعوك، تقريبا كتخلص واحد 40 دولار كيديوك ويجيبوك. وهذه الجزيره تسمات بهذا الاسم لانه بناوها على اساس انهم غادي يديو السجناء ليها، ولكن في الاخير بقاو كيديو الناس اللي مريضه بالامراض المعديه كالسل الى اخره. سالينا من مدينه حجريه، دابا غادي نمشيو للمالديفز افريقيا اللي هي الجنوب الشرقي ديال زنزبار. اول حاجه كتقلب على الفندق اللي غادي يناسب البادجي ديالك في هذه المنطقه هذه، دونك غنمشيو للبوكينغ.com وتنديروا ديستنيشن زنزبار، كتعطيهم الاوبشن ديال انت بغيتي البحر، بغيتي زعما اوتيل يكون على البحر، وهما تيعطيوك الاثمنه مختلفه، كتمشي دير ارخص ثمن وتيعطيوك هادشي اللي كتشوف.
اللي انتبهي هنايا هو هذا الاوتيل هذا $25 الليله، ولكن الشيك ديالو كانك جالس 5 ستار ريزورت. باش توصل لهاد المنطقه ديال زنجبار من المدينه الحجريه كيخاصك تاخذ طاكسي اللي تيكون داير تقريبا 30-40 دولار، والمده كتكون 40 دقيقه. وفي هاد المنطقه كاين بزاف ديال الاكتيفيتيز اللي تقدر دير، كسنوركلين، سيرفين، سكوبا دايفين، ومعروفين تماك في زنجبار بالدولفين، تقدر تعوم مع الدولفينز اولا الويل شارك اللي هو السمك القرش. ولكن بالنسبه للسمك القرش كيخاصك تمشي لجزيره مافيا، كتاخذ عاتاني واحد الفلوكه وكيوصلوك لتماك كتعوم معاهم. غير هو كيخاصك تمشي في الموسم ديال الويل شاركس اللي كيكونوا تماك اللي هو ديسمبر هكاك، حنا كنا مشينا في سبتمبر اكتوبر ما كانوش. الثمن ديال الوجبات ديال اكل شخص واحد لنهار واحد زنجبار هي تقريبا 120-130 درهم الا برعتي راسك، غير هو ما غتمشيش للريستورانت 5 ستار ريستورانت، ولا يعني كتاكل ماكله عاديه مناسبه اللي كياكلوها العامه تماك. كنظن اني تطرقت لاهم النقط الاساسيه اللي غادي تعاونكم انكم تمشيو لتنزانيا بلا ما تصرفوا بزاف. الى باقي عندكم شي تساؤلات واحده اخرى خليوها في الكومنت وغادي نجاوبكم ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، شكرا على المشاهده، وما تنساوش ديروا ليا سبسكرايب ولايك وتخليوا لي كومنت. الى اللقاء.